الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين باب اخر من كتاب الكافي الشريف باب ان الجنه ياتيهم فيسالونهم عن معالم دينهم ويتوجهون في امورهم ذكرنا فيما مضى أن الجن أجسام لطيفة، ولأنها أجسام لطيفة لا نتمكن نحن من الإحساس بهم، لأن حواسنا تشعر بالأجسام الكثيفة التي لها جرم. مثلا نرى الاجسام الكثيفه نستمع الى الاصوات التي هي ضمن امواج خاصه نلمس ايضا الاشياء الخشنه او الناعمه او غير ذلك هذه كلها وكذلك الشامه والذائقه الاحساس يكون الاشياء الكثيفه اما الاشياء اللطيفه كالجن والملائكة والروح وما إلى ذلك. نحن لم نزود بالأدوات التي تجعلنا نحس بها. حتى الأجسام الكثيفة بعضها لا نشعر بها. فما بالك بالأجسام اللطيفة. الآن الأمواج الصوتية الأمواج التلفزيونية الإذاعية أمواج الهواتف. هذه أمواج لكن نحن لم نزود بما يستقبل هذه الأمواج. لذا نستقبلها عبر الأجهزة. مع أن هذه الأمواج هي أجسام كثيفة أيضاً لكن كثافتها قليلة. لم نزود بما يشعرنا به بها. الجن من الاجسام اللطيفة. لكن احيانا الله سبحانه وتعالى يشاء ان بعض الناس يرون بعض هذه الاجسام اللطيفة. اما بتكثيف تلك الاجسام، واما برفع الغطاء عن بصر الانسان، يعني تزويده بما يشعر ويحس ويرى تلك الاجسام اللطيفة. مثلا جبرائيل عليه السلام من الملائكة. كان أحيانا يتمثل بشكل دحية الكلبي. فكان الناس يرون إنسانا هو جبرائيل لكن بصورة إنسان. أو جبرائيل تمثل لمريم عليه الصلاة _عليها الصلاة والسلام بشكل بشر سوي. فتمثل لها بشرا سويا. أو هاروت وماروت تمثل للناس بشكل بشرين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت هذا تكثيف الجسم اللطيف وتارة عبر تزويد الإنسان بما يرى الجسم اللطيف الأنبياء كانوا يرون الملائكة أو بعض الأنبياء، لا أن الملك كان يتكثف، وإنما الله سبحانه وتعالى يعطي لهذا الإنسان، هذا النبي، وسيلة لكي يرى الملك، أو حتى الإنسان الناس العاديين حين الموت يرون الملائكة. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا ثم إن الجن كانوا يلتقون ببعض الأنبياء وكانوا يخدمون بعض الأنبياء يعني مو فتشي من المحالات أو من الأمور المستنكرة أن الجن يلتقي ببعض البشر إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك. أو أن يخدم بعض البشر إذا شاء الله سبحانه وتعالى ذلك، مثلاً في سورة الأحقاف الله سبحانه وتعالى يقول: "وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين" مجموعه من الجن جاءوا الى رسول الله محمد صلى الله عليه واله استمعوا القران وامنوا ورجعوا الى قومهم منذرين لان الجن كالانس فيهم المؤمنون وفيهم الكافرون في سوره الجن هذا مذكور وان من المؤمنون ومن القاسطون وكذلك بعض الجن خدموا بعض الانبياء مثلا سليمان على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام كانت الجن تخدمه الله سبحانه وتعالى في سوره النمل يقول وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون الجن كانوا من جنود سليمان او في سوره سبأ الله سبحانه وتعالى يقول ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات فاذا التقاء بعض البشر ببعض الجن هذا ليس امرا محالا بل وقع لبعض الانبياء عمل الجن لبعض البشر ليس محالا بل وقع لبعض الانبياء. بعد ذلك ناتي الى روايات هذا الباب وروايات اخرى كثيره في كتب اخرى. الروايات الكثيره المستفيضه تدل على ان الائمه عليهم الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى اكرمهم بان اجاز للجن ان يلتقوا بهم وان يسالوهم عن احكامهم وان يتعلموا منهم الحلال والحرام لان الجن كما ان الانبياء الرسل كانوا لنا كانوا للجن ايضا وكما ان الائمه لنا ايضا للجن فالجن يحتاجون الى سؤال مسائلهم فكانوا ياتون ويسألون أسئلهم، بل بعض أحاديث هذا الباب وروايات أخرى كثيرة تدل على أن بعض من الجن كانوا يخدمونهم. هذه الروايات متوافقة مع القرآن، لأن القرآن الكريم أثبت هذه الأمور لبعض الأنبياء، والأئمة ليسوا أنبياء، لكنهم باستثناء الرسول محمد أفضل من سائر الأنبياء. وقد دل الدليل الصحيح الصريح على ان الله سبحانه وتعالى اعطى لهم ما اعطى للانبياء الا النبوه ليسوا بانبياء لكن لهم درجه فوق النبوه اللي هي درجه الامامه لان بعض الانبياء ليسوا ائمه واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم في أوائل شبابه كان كان نبيا، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. والله سبحانه وتعالى اختبره باختبارات، وكان من أصعب تلك الاختبارات أمره أن يذبح ولده إسماعيل، مع أنه رزق به على كبر. فأطاع الله سبحانه وتعالى نجح في الامتحان قبل ما يذبحه الله سبحانه وتعالى قال له قد صدقت الرؤيا بعد كل هذه الاختبارات وإذ ابتلى إبراهيم ربه, ربه بكلمات فأتمهن يعني نجح فيهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا يناله عهد الظالمين فالشيء الذي وقع إذا دل الدليل الصحيح على ثبوته للأئمة بعد واحد ما يقدر يجي ينكر يقول شلون يصير قصير محال هو لا مو محال لأنه وقع في القرآن أيضا ذكر بالنسبة للأئمة الأدلة الصحيحة هم دلت على ذلك بعد شنو الإشكال سوى الاستبعاد الذي لا يبتني على أساس علمي الحديث الأول من أحاديث هذا الباب عن سعد الإسكاف، قال: أتيت أبا جعفر الإمام الباقر عليه السلام في بعض ما أتيته بعض أشغالي، سؤال أو شغل أو شيء آخر لا ندري، فجعل يقول لا تعجل، كأنه من وراء الستر أو من الغرفة، قال لي انتظر انتظر بالساحة، حتى حميت الشمس علي. وجعلت اتتبع الافياء يعني الشمس ارتفعت كلما ترتفع الشمس الظل يزول انتقل من مكان كان فيه ظل الان صار فيه شمس الى مكان اخر فيه ظل يعني طولت القضيه فما لبث ان خرج علي قوم كانهم الجراد الصفر يعني ناس بصوره ناس بصوره انسان لكن الوانهم صفراء كأنهم الجراد الصفر يعني في ألوانهم كما سيأتي عليهم البتوت البتوت جمع بت والبت نوع من الثياب قيل هو طيلسان من خاز وهو ثوب طويل يغطي كل الجسد عليهم البتوت قد أنهكتهم العبادة يعني ظاهرهم يدل على أنهم عباد وأكثر من العبادة يعني تعب العبادة تعب العبادة ظاهر وبادي على وجوههم فوالله لأنساني ما كنت فيه من حسن هيئة القوم هو كان في صعوبة في الشمس دقائق ساعات فحسن منظر هؤلاء أغفلهم عن حالته فلما دخلت عليه عليه السلام قال لي أراني قد شققت عليك يعني لأنه ما أذنت لك الدخول أنت بالشمس شوية صار صعب عليك قلت أجل والله لقد أنساني ما كنت فيه قوم مروا بي لم أر قوما أحسن هيئة منهم في زي رجل واحد يعني زي موحد <applause> كان الوانهم الجراد الصفر قد انهكتهم العباده فقال يا سعد رايتهم استفهام تقريري احيانا لان الاستفهام احيانا استفهام حقيقي انا ما ادري اسال احيانا استفهام تقريري يعني اريد ان يقر بالواقع وانا اعلم بالواقع مثلا الله سبحانه وتعالى يخاطب موسى: "وما تلك بيمينك يا موسى؟ شنو بيدك؟" الله سبحانه وتعالى يدري هي عصا، لكن هذا سؤال تقريري مقدمة لأمره بأن يضربها على الأرض لتتحول إلى حية تسعى. قال: "يا سعد رأيتهم؟" قلت: "نعم. بس سعد شايف شافهم إما من باب انهم هم كثفوا اجسادهم باذن الله يعني صاروا بصورة بشر اللي سعد بشكل طبيعي شافهم لان اجسامهم تحولت الى اجسام كثيفة او ان الله سبحانه وتعالى رفع الغطاء عن عين سعد فرآهم ليش؟ لكي ينقل هذه الكرامة لنا لنزداد معرفة واعتقادا بهم هسه واحد يقول شنو الفائدة إذا احنا عرفنا الجن اجوا الى الأئمة وهذا جواب أن الله سبحانه في القرآن عندما يقول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن هسه إذا احنا افتهمنا أنه مجموعة من الجن جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وآمنوا, ب... وآمنوا به ثم ولوا إلى قومهم منذرين شنو الفائدة في ذلك الفائدة قد تكون علمية قد تكون عملية يعني مو فقط الفائدة فائدة عملية شنو أني أستفيد عملا لا شنو أستفيد فكرًا اعلم حقيقه ان الجن يؤمنون وياتون الى رسول الله ويتعلمون مسائلهم وينذرون قومهم هذه زياده علم وتؤثر ايضا على العمل الانسان اذا اعتقد بمقامات الرسول ومقامات الائمه عليهم الصلاه والسلام كلما كانت عقيدته اقوى ومتعلق هذه العقيده اكثر يكون التزام بهم وبأحكامهم وبأوامرهم أكثر رأيتهم يا سعد رأيتهم يا سعد قال نعم قال أولئك إخوانك من الجن قلت يأتونك قال نعم يأتوننا يسألوننا عن معالم دينهم وحلالهم وحرامهم حديث الثعبان أيضا معروف الآن إذا واحد يروح إلى الكوفة إلى مسجد الكوفة المسجد الجامع في الكوفة هناك باب يسمى باب الثعبان لماذا يسمى باب الثعبان لأن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام كان يخطب في مسجد الكوفة فجاء ثعبان كبير دخل من هذا الباب فأراد بعض القوم أن يقتلوه الأمير المؤمن أشار لهم قال اتركوه فشقوا له طريقا هذا اجى الى المنبر وتكلم مع امير المؤمنين ثم رجع ولذا سمي ذلك الباب باب الثعبان هسه هذا منو كان امير المؤمنين قال هذا فلان ابن فلان رئيس من الجن جاء في قضيه أمير المؤمنين أراهم هذه الآية لأن هي كانت فترة تأسيس هذا ذكرناه في بعض المحاضرات أن الأنبياء لهم معاجز، الأئمة أيضا لهم معاجز لكن معاجز أمير المؤمنين الظاهرة مثل رد الشمس، مثل هاي قضية الثعبان، مثل تكليمه لجمجمة كسرى وما إلى ذلك هذه معاجز كانت ظاهرة الجميع يرونها، ليش؟ لأن أمير المؤمنين كانت في فترة كان في فترة التأسيس. فترة التأسيس تحتاج إلى إثبات. مثل الأنبياء إذا كانوا في فترة التأسيس يحتاجون إلى إثبات. ولولا ذلك لعله التشيع كان ينتهي. على كل حال بعد ذلك عندما جاء معاوية إلى الكوفة شاف باب اسمه باب الثعبان، سأل ليش؟ قالوا لأنه جاء ثعبان وكلم عليا عليه السلام شاف هاي كرامة لأمير المؤمنين راد يغيرها أمر أن يأتوا بفيل والناس ما شايفين فيل لكن زمان خو ماكو حدائق حيوانات ماكو تلفزيونات وكذلك حتى الناس يشوفون الفيل فجاء بفيل وربط على هذا الباب شوية شوية الناس قاموا يقولون باب, باب الفيل باب الفيل باب الفيل إلا أن غير الاسم طبعا الاسم رجع الى ما كان عليه باب الثعبان، على كل حال يأتي الجن ويسألون عن معالم دينهم وحلالهم وحرامهم. الحديث الثاني عن ابي عبد الله الامام الصادق عليه السلام قال الراوي ابن جبل يقول: كنا ببابه فخرج علينا قوم اشباه الزط. الزط يقال قوم من الهنود هكذا ورد في بعض الكتب قوم من الهنود وانا احتمل ان المقصود كانوا قوم من المغول يعني من العرق الاصفر فلانه العرق الاصفر يعني المغول يعيشون في منطقه بعد الهند وطريق مجيئهم الى الشرق الاوسط الهند لذلك الناس اطلقوا عليهم الهنود او قوم من الهنود مثل الان الهنود الحمر العرق الاحمر اللي يعيش في القاره الامريكيه يسمون بالهنود الحمر لماذا يسمون الهنود الحمر مع انهم ليسوا بهنود لان اول من وصل من الأوروبيين إلى تلك المنطقة اتصور أنه واصل إلى الهند وشاف ذول لونهم أحمر فأطلق عليهم الهنود الحمر على كل حال فخرج علينا قوم أشباه الزط عليهم أزر وأكسيا أزر جمع إزار وأكسيا جمع كساء فسألنا أبا عبد الله عنهم من ذول قال هؤلاء إخوانكم من الجن ايضا اما كانوا قد كثفوا اجساده اجسامهم باذن الله واما ان الله سبحانه وتعالى رفع الغطاء عن ابن جبل ومن معه حتى يرونه. الحديث الثالث الراوي يقول اتيت ابا جعفر عليه السلام سعد يقول اتيت ابا جعفر عليه السلام اريد الاذن عليه. يبدو أن هذه القضية هي نفس القضية الأولى، لأن الراوي لهذا الحديث هو نفس الراوي للحديث الأول سعد الإسكاف، ولعله نقل القضية مرتين، لأنه هذا النقل فيه تفاصيل أكثر من جهة، لذلك الكليني رواه مرة أخرى، لأنه احنا أحيانا نشوف قضية ننقلها مرات، في كل مرة نذكر زاوية. وكله صحيح لأن قضية فيها مثلا عشرين ثلاثين حدث وقع فيها مرة أنقل ثلاث أحداث مرة ثانية أنقل خمس أحداث مرة رابعة ثالثة خامسة أنقل أحداث أخرى بزيادة أو نقص يعني بدون أنه واحد يحرف في الكلام لا وإنما ينقل زاوية من القضية فإذا رحال إبل الجهاز الذي يوضع على الإبل هذا يسمى رحل ولعل المقصود إبل برحالها فإذا رحال إبل على الباب مصفوفة وإذا أصوات قد ارتفعت شنو هاي الأصوات اللي ارتفعت بالدعاء بالسؤال بالتهليل بالذكر لا ندري ثم خرج قوم معتمين بالعمائم يشبهون الزط قال فدخلت على ابي جعفر عليه السلام فقل جعلت فداك ابطأ اذنك علي اليوم، اخرت في الحديث الاول قلنا انه بقى بالساحه والشمس ايضا كانت تلقي بظلالها عليه فكان يدور الافياء. ابطأ اذنك علي اليوم ورايت قوما خرجوا علي معتمين بالعمائم فانكرتهم، انكرتهم يعني لم اعرفهم. إخوة يوسف حينما دخلوا عليه فعرفهم هو عرفهم هو أخوته وهم له منكرون ليش لأنه عندما ألقوه في البئر كان صبيا الآن صار رجل متغير ملامحه فأنكرتهم يعني لم أعرفهم فقال أو تدري من أولئك يا سعد قلت لا قال أولئك إخوانك إخوانكم من الجن يأتوننا فيسألوننا عن حلالهم وحرامهم ومعالم دينهم الحديث الرابع يدل على خدمه الجن للائمه عليهم الصلاه والسلام عن سدير او سدير الصيره في قال اوصاني ابو جعفر يعني الامام الباقر عليه السلام بحوائج له بالمدينه في مكه الامام كان وسدير او سدير كان في مكه فالامام ارسله في حوائج قال عندي حوائج بالمدينه اذهب مثلا و اقضي تلك الحوائج، هسه شنو هي الحوائج؟ ما ندري. فخرجت فبين انا بين فج الروحاء، الفج الشق بين الجبلين. الايه الشريفه في الحج تقول يأتينا من كل فج عميق. فج الروحاء، الروحاء منطقه هذه المنطقه على ثلاثين او باربعين ميلا من المدينه. يعني هو طالع من مكة إلى المدينة، بين مكة والمدينة تقريباً أربعمائة كيلومتر، يعني واصل قريب المدينة، ثلاثين أو أربعين ميل يعني تقريباً يعني ستين سبعين كيلومتر باقي على المدينة، يعني قاطع أكثر من ثلاثمية كيلومتر من مكة إلى قرب المدينة، فبين أنا بين فج الروحاء على راحلتي. إذا إنسان يلوي بثوبه يعني يشير بثوبه. قال: فملت إليه لا يميل ملت إليه يعني حرفت مسيري إليه حتى أشوفه شنو يريد. وظننت أنه عطشان. فناولته الإداوة، الإداوة يعني الظرف الإبريق الذي فيه الماء. فقال لي: لا حاجة لي بها. وناولني كتابا طينه راطب. لأنه سابقا حينما كانوا يغلقون الكتاب يردون يغلقوه حسب تعبيرنا بالشمع الأحمر حتى واحد لا يفتحه كانوا يضعون طينا طين مخصوص يضعون على الكتاب طينا ثم يختموه بخاتم هذا خلال ساعة ساعتين الطين يجف والخاتم عليه بحيث أنه إذا فتح الكتاب هذا الطين ينكسر بعدين يردون يضعون الطين مره ثانيه ما عندهم الخاتم حتى يختمون عليه يتبين ان هذا الكتاب مفتوح زين هذا الان هو قريب المدينه يعني قاطع اكثر من 300 كيلومتر من مكه بين مكه والمدينه المسير العادي اسبوعيا المسير بعجله اسبوع يعني هذا عندما خارج من المدينه مكه الى ان يصل الى سدير او سدير يحتاج لمثلا مثلا ست ايام سبع ايام ثمان ايام وناولني كتابا طينه راطب يعني استوى هذا الكتاب مختوم الطين لحد الان ما جاف يعني لم يمض عليه ساعه فلما نظرت الى الخاتم اذا خاتم ابي جعفر عليه السلام يعني خاتم الامام الباقر فقلت متى عهدك بصاحب هذا الكتاب؟ فقال الساعه يعني هاي 300 كيلومتر او اكثر قاطعها خلال دقائق، وإذا في الكتاب اشياء يأمرني بها، الإمام الباقر أضاف مجموعة من الأمور، ثم التفت، قرأت الكتاب، بعدين شلت راسي أشوف هذا صاحبي وأنا، فإذا ليس عندي أحد، ماكو أحد عندي. قال ثم قدم ابو جعفر يعني الامام الباقر رجع من مكه الى المدينه فلقيته فقلت جعلت فداك رجل اتاني بكتابك وطينه رطب قال يا سدير او يا سدير ان لنا خدما من الجن فاذا اردنا السرعة بعثناهم وفي روايه اخرى ان لنا اتباعا من الجن كما ان لنا اتباعا من الانس فاذا اردنا امرنا فاذا اردنا امرا بعثناهم انت اتباعنا من الانس دزيناك لمهمه وذاك من اتباعنا من الجن دزينا في مهمه وهذا ليس بمستغرب عفريت من الجن اللي كان يخدم سليمان يعني واحد يستغرب انه مثلا جني يخدم الامام الباقر يقطع مسافة 300 كيلومتر أو أكثر في أقل من ساعة مثلا إن لنا أتباعا من الجن كما أن لنا أتباعا من الإنس فلو أرد فإذا أردنا أمرا بعثناهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما ومعرفة بهم هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين